تحتفل مصر بذكرى تحرير سيناء بعد الانتصار العسكري الكبير في أكتوبر من عام 1973. واكتملت هذه الجهود بانسحاب إسرائيل ورفع العلم المصري على سيناء في 25 من إبريل عام 1982. اللي بنعمله في سيناء من محاولة إن إحنا يعني نعمل تنمية حقيقية لها هو في الآخر أمر مستحق تستحقه إن إحنا نعمل ده وزيادة ونصرف على ده ونزيد. سيناء عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري، كانت مطمعا للغزاة ومحط أنظار للطامحين والطامعين عبر التاريخ. حروب ومعارك كثيرة خاضها المصريون للحفاظ عليها، ولما لا، فهي بقعة غالية من أرض الوطن. في 25 من إبريل من كل عام تحتفل مصر بذكرى تحرير سيناء بعد انتصار عسكري في أكتوبر عام 1973، تلا معاهدة السلام في مارس من عام 1979، ثم معركة دبلوماسية وقانونية صعبة لتكتمل هذه الجهود بانسحاب إسرائيل ورفع العلم المصري على سيناء في 25 من إبريل من عام 1982. بعد أيام قليلة من هزيمة يونيو في عام 1967، كانت الخطوات الأولى على طريق التحرير، حيث بدأت المواجهة على جبهة القتال في سبتمبر من عام 1968 وحتى 6 من أكتوبر من عام 1973، وانطلقت القوات المصرية معلنة بدء حرب العبور والتي خاضتها مصر في مواجهة إسرائيل، واقتحمت قناة السويس وخط بارليف، وكان من أهم نتائجها استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس واسترداد جزء من الأراضي في شبه جزيرة سيناء وعودة الملاحة في قناة السويس في يونيو من عام 1975. ولم يمر تحرير سيناء بالكامل عبر بوابة نصر أكتوبر فقط، بل طريق طويل ومفاوضات شقة ورحلات خارجية ومباحثات أدت في النهاية إلى استرداد سيناء بالكامل. ومهدت حرب أكتوبر الطريق لتوقيع اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في سبتمبر من عام 1978 على إثر مبادرة الرئيس الراحل أنور السادات التاريخية في نوفمبر من عام 1977 وزيارته للقدس، ثم مباحثات كامب ديفيد في عام 1978 والتي أدت لتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في عام 1979 والتي نصت على انسحاب إسرائيل بشكل كامل من شبه جزيرة سيناء وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري ولكن بشكل تدريجي. وكان 25 من إبريل هو تاريخ رحيل آخر جندي إسرائيلي من مصر، وتم رفع العلم على مدينتي رفح وشرم الشيخ في ذلك اليوم.